این هم تصرفی توان گوهر کنو رست کنو از بیش میام ما و از این گوهر خوش است من ویگا و یعنی و عینی یعنی نفس الطاس و نفس الحمام یعنی الله الله والله خوش راستی ابا ابطالت مستقبلنا و ابا امل الامه ابنا محرر العباد والبلاد حقيقة افكيت وصا راست ابد بنا ربات البيوت ودر بنا ربات الجيل ودبنا خنساء منا في القادسية في قادسية سعد بن أبي وقاص قرأت بهم الشهيد بن قتيل الحمد لله الذي شرفني بموتهم يا خنساء بري خبدا خشكت خو يدفي قابي أبيت متنور والمرأة المترجلة المتشبهة بالنس بالرجال أبا دبن منا قريب سلمان لا يعني لا ينظر الله إليهم ها دلي طب كتات أبايا كتا خوشيكا دا خود تعالى بري رحمة خود تناكي چند عقوبة هي خود تعالى عقوبة هم يدستي ودا دا أولي دا تسنجتا و پجل دا كت سنج كتا تجي و كوري تجي الجزاء من جنس العمل چت كان كاري أو تتخرج جارك ودد بجمع بها معناه هذا طيب يدوي يسيه أو خود تعالى بري خونة تتقالي بسلمانة والديوث الديوث نظن ديوث چيا كردت بجني ديوث بزمان شرعي ديوث بالثائي بزمان ماي محلي ديوث بالسيني ديوث اوي بغيرت رب العالمين غيرت بكتسري في امتي ده خلاص يعني تشبت حريتها يعني قانون حق وندتي قانون مجال الدتي الكيرة حارت كل من يدو له شطي بطي كتشي باتشي تعال حقيوية قانون حق الدتي كور كي باتشي أزبني قانون حق الدتي شت كات وابكا داستي تشترى يا بطل الله 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 والله أشهد بالله ديشتا مصنعي نديشتا شريكي منا مصنعاتي يا مصنعاتي دا دجمنت في أمتي جبترسن داخلين دن وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نادتنا السفر والأطراف ديقرا ساكن أطراف تخو يا أبناء الإسلام والمسلمين يا عشائر يا أهل الغيرة يا أهل النخوة ساكن كولان توا وساكن ممرات توا وشارع توا أبا واجبك يا واجب كل كسك يستطيع أن يزيل المنكر عليه أن يزيل والديوث الديوث لا ينظر الله إليه نظر رحمة وإنما بعيد عن رحمة الله وكل من كان سببا في هذا العمل وفي المقدمة الآباء والأقارب وأبناء العشائر وأبناء القرى وأصحاب الغيرة والشهامة قانون قلمية يعني خلاص شطي بطي يعني ولو في الأماكن العامة طبيعية يعني خلاص هذا هو حصانية هاي أبانا بو تنكي أبا قادة الفتح المبين أبا أهل بدر وحنين وفتح مكة رجال ورجال أبنا رجال أبا أشباه الرجال هكتنا الرجال بنا دا غيرت الرجال دا السريوان دابين مانا ورحم الله سلفنا الصالح ورحم الله سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة القائد في الجبهة الشرقية للجيش الإسلامي بطل القادسية وغير القادسية وتوالله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف هكذا يعني ها هو صديق ما دو أبا كيا سعد بن أبي وقاص فتعجب الصحابة من غيرة سعد چون دف پیغمبر يا رسول الله سعد هود بشتها قلت ما هن قلت متعجب من غيرة سعد قلت اري والله قلت با غيرة مشيا سعد جبتلا او غيرة خود تعالى اشيا مجبتلا انزان غيرة خود كنجي وقت مروف قلنه هكتن غيرة خود تعالى زيدت بالهنجي يا آباء ويا أمهات تقوى خود تعالى بكنجوه خبدنا پیغمبري
صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني قالي ديك بابا هند برينا أفنجل كاهنت النجول بوان ومجال الدنيا هند برينا أنا هين رقم إيك جرمي دا بو قالي بسلمانا رب العالمين أمرتك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أظهر كاريال سر إثم وعدوانا، إثم وعدوان في حق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي هجمارة بينج عقوبة بينجي قالي بسلمانا عقوبة بينجي مروف دبي عم يديكو باب تخد كان بغير حق. كلمة بغير حق على طول يا بيضها كي ظالم ديكو باب قالي مقصر. رب العالمين أفانا لعنة طالت كتفي عيالي هوسا اضطرت كتنشرح ماخو يا ستار يا الله يا الله يا الله ها ملعونين ومطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى. خلاص من يرحمه إذا طرده الله؟ سلفي معناه رواد كات إمام مسلم صحة خدا زاري علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. علي بن أبي طالب الإمام علي كرم الله وجهه أدبيجتم قل بيغنبري بو صلى الله عليه وسلم بيغنبري قوت بيغنبري قوت صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب والديه ولعن الله من غير تخوم الأرض. بيجم قل بيغنبري بو صلى الله عليه وسلم بيغنبري قوت رب العالمين لعنته الوي عيالي كري يدبت سبب خبر أبو ديكو بابتخو. لعن الله من سب والدي بتسبب خبر وكماسكي وعيوب أبو ديكو بابتخو. الفيري مروفا كي قوتا بيغمبري صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما ايكش ما دي خبر بيشتا ديكو بابتخو. قلت اكتا خبر قلنا بابيكي او دي بيشتا بابتا وديكوتا. يعني انسان نمو تربي دي خبره بيشتا خلقه خجد بيشتا نوبوتا و بابتا و ديكوتا مانا ابت وصا ابت بنا سبب او ملعون ومطرود شرح ما خده تعالى دا كورت كين جالي يسيه قالي بسلمانا رب العالمين لعنت الوان كساكري او تجاوز سر ملكي غير خود كان. ولعن الله من غير تخوم الارض. تخوم يعني حدود قطعاوي الفير ولا هذا بلوكه كهذا ترينا كم سنتيمكا ازاويا وهذا ولا بيتك شير لي دا وهذا يعني اوجد ملعون ومطرود من رحمه الله. يا رسول الله بطبغان تشد بجامع السلاح السامل كي كدت كان ناولاني كدو يعني ما قلت بتن بجد قلي قندا هما استلاح سرمالي مزيفتي كري الله الله آخر موضع في عالم المعاصي ملكي مزيفتي قلت بابو بابو بابيرين ما يدام مزيفتي هم كما جلو دينا مزيفتي على ابو مايا ايه چن خان يان نفضا آوات كانوا يو كان مناسب نهيلانو مناسب نهيلانا والله خلاص مناسب جرا كرن يعني حتى مناسب فيري جرا كرن غير جي چي كرن مانا يعني بومو بخومو بار رد ديتنو حكم الضرورة و